مس الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد او الموسم الجديد اللي عارضوا عليها الكلام. انا بالي بلي توحشتونا. موسم جديد ولي كونديدا من كل جهه، وهذا الاسبوع عندنا 4 كونديدا قسنطينة، بلاد الدين والعلماء اللي زارك بلندامة، ناس الذكر والفهامة، من بن باديس للعلماء. شكون من أسامة وحنان، سامية، زكريا، واحد فيهم راح يكون الفائز تاع هذا الأسبوع. عند من راح تكون عرضة وعليها الكلام، واليوم راح تكون آخر عرضة تاع هذا الأسبوع، ورانا معروضين عند حنان. معكم الشيف بوعاب حنان من قسنطينة، متزوجة وعندي 4 أولاد، أستاذة في الطبخ والحلويات ومنظمة حفلات. نحب نسيح ويجدد، نحب ديغوسات جدد. في الأول ما كنت لداري برك نطيب، من بعد قلت لا حبيت هذه المهنة. أول شيء أكيد تعلمت من الأم تاعي اللي ربي يحفظها لي ويخليها، هي اللي نعطت لي أساسيات الطبخ. والشيء اللي حببني في الطبخ أكثر وندخل في المجال هذا الوالد تاعي اللي الله يرحمه، كان شيف كويزيني، وكان كي كنت صغيرة كي حط يطيب ولا يدير كان يحب يحطني قدامه ويشاورنا هكا ويسقسي عجبتك من كيف نديروك هكا. الشيء هذا اللي خلاني حبيت الطبخ بلا ما نحس، حتى قلت روحي كبيره، كي كبرت قلت روحي نميل لمجال الطبخ والحلويات. حبيت نشارك في عرضه وعليها كلام، حبيت نتعرف على ناس جدد، حبيت نشوف انه ما فنشارك مسابقات وطنيه ولا دوليه، كانوا يحكموا عليا حكام دوليين او لا وطني من الجزائر، بصح عمري خدت التجربه انه حدايا نحكموا على بعضنا. حبيت نخوض التجربه هذه ونتعرف على ناس جدد، نوزن روحي، نعرف، حبيت هكا من باب انه حال اكسبيرينس جديده في حياتي نزيدها لحياتي. اليوم عرضوا عليها الكلام عندي في الدار، جايين لحبابي ان شاء الله يا ربي ندير لهم منيو خفيف، ان شاء الله يا ربي يعجبهم. لونطري راح ندير لهم سوب دو كريم فولي، نحتاج فيها دجاج، نحتاج فيها زبده، بصل، الملح والفلفل الكحل، نقليهم مليح، ندبلهم، نمرقها. اي حنان يتقطع في البصل سون فوار والله بلا ما يتشوف بالعقل صبعك. لونطري راح تكون سوبه تاع الدجاج. نجيب كاسرون اخرى نحط فيها زبده، نحط فيها الفرينه، ومن بعد نحمصها مليح باش تروح للريحه تاع لافارين. من بعدها نزيد لا سوب صفي اللي صفيتها، نزيد نحط بشويه حتى تجيني نديرها بشويه حتى تختار. ومن بعد نحط الكريم فريش من نورمال دير، ميكسي كل شيء مليح، نعاود نحط لك كريم فريش، نحط لك كريم فريش ونطفي عليها هكا. بربي ان شاء الله تكون واجده، ان شاء الله تكون واجده قبل ما يلحقوا الحباب ان شاء الله يا ربي. وضيافنا راه في الطريق. السلام عليكم، اليوم رانا في العرضه الرابعه والعرضه الاخرى عند الشاف حنان. سمعنا كومبلي وانا نعيط ونهضر شخشوخه شخشوخه، اليوم سير راني دايرتها لي بيسك هاي وعدتني بها. يا درا شاف حنان شحال توجد لنا الميني اليوم؟ ان شاء الله راهي موجدت لنا الميني مليح، ان شاء الله نلقى كل حاجه ماشيه كيما نحبوا حنايا. بعد ما طابت لاسوب تاعي ميكسيتها وصفيتها وميكسيتها وزدتها لا كريم فريش. اسمح لي، السوبه تبان تشهي بزاف، راني معاك 100%. ما بقى غير دغيسات، الله يبارك. دوك نسقيها، انا نسقيها ونحط نزرب باش نحط البلات ثاني قبل ما يلحقوا لي زانفيتي تاعي. السوبه ما راهيش وحدها بانغري، نحط معها لا سوب هذه، يجي معها البانغري. درتو بالثوم، حكيت فيه ثوم، حطيت له شويه زبده، شويه فرماج رابي، وحطيته في الفور ونزين دركا بالاخر. نكمل هادو نزرب قبل ما نرجع للبلات ثاني. السوبر راهي واجده، واللغز تلفها لضيافنا. راهي مخليت لي ام تي دوفينات على لي بلا اللي راهي موجدتهم هنا. لا دوفينات تقول عرضه باطباق سيرطه تحلى الموائد بها. اللحم وجبنه نحشيها، وتحلية من بلاد الروم تزكيها، ومجيتكم عندي أحلى ما فيها. أنا واش فهمت فيها، راهي مدارت لنا أطباق تقليدية ومدخلة عليها شوية من برا. بعد ما وجدت طاجين جبن كيما نتوما رانا نكتشفوا في الطبق الرئيسي.
هاي تقول طاجين جبن شغل قراتها. ايه وش فيه لي زوبسيون؟ وش كاين وش ما كاش؟ وانا مو نخليو حتى شويه يبرد في صحراح الحال لي زانفيتي تاعي في الطريق. يا ربي نقطعو طاجين جبن درتو بالبولي، حطيت له الملح فلفل كحل، ربيت نص حبه بصل، زدت له شويه شابلور لاصوص ديجا تاع البولي، حطيت ثاني شويه فيها، وبعدها بعد ما درت هادو حط خلطت فيهم ثاني شويه بيض وحطيتهم. درت الكوش الاولى، حطيت من بعد حطيت الفرماج، زدت لاكوش دوزيام. دوك نخليه ساعه يبرد شويه. الغراتا اغ بلس 3 والدجاج ساكن في الريد شوسي واللغز او محير ديافنا. على حسب الرساله فهمت بالك الطبق من الطبق قسنطينة. اذا ما راهي ذكرت لنا سيرطا عندها علاقه بقسنطينة اوفيسيال دارت لي شخشوخه. والله انا كي قريت البقاله جات في بالي طول الشخشوخه بيسك اسامه وباقي يصر ويعاود يصر ويعاود يصر ويعاود باش نديروها له. ممكن جدا تكون دارتها له. دركا نجي يا ربي الدريساج راح الحال. اي وشنو هذا الديسان هذا؟ هذا هو طبق لا لينجون. هذه لاصوص شامبينيون درتها شويه ثقيله ندغي باش ندريسي بها وتجي اكومباني بعد مع ال دركا نكمل نحط كريم فرماج اللي درتها نزين بها من فوق. كريم فرماج درتها ب كريم فريش طلعتها هي والفرماج بيان وحطيتها دوك نديكوري بها. ودرت لا تويل اللي ديجا كنت سي درتها من قبل بفرينة اكسترا نزين بها من فوق. اي مام اليوم كاين فيلي واليوم فيلي خضر. حنان ما تنسايش بقى الديسير وما بقاش بزاف الوقت. ودوك نكمل نحط شامبينيون. شامبينيون اللي ديجا كنت صوتيتو في زبدة و كنت ديجا صوتيتو في زبدة ومنه بعد اللي درت لاصوص تاع الشامبينيون. الطبق الرئيسي اليوم غراتان حسب روحو ديسير روعه وجيستومون وقت الديسير. كملت دريساج الصحن تاعي ونكمل لي بلا الاخرين ونرجع نزرب للديسير. مادام ذاك راه تحليه من بلاد الروم سير ديسير فرونسي ولا تيراميسو ولا كشمع عفسه نقولو شبح صفراء حاج بوينه من هذا الاستنتاج. راني قريب نلحق بربي ان شاء الله وان شاء الله تكوني موجوده مني مليح وسامحينا في تعبك وبارك الله فيك على الشخشوخه على بونس. الديسير درت لهم تيراميسو درت له كريم فورماج ماسكاربون ودرت له كريم فريش وسكر غلاس طلعتهم درت لونغ دو شا حطيتهم في ليمول كي ديمو كي جمدو مليح حكمت روحها ديموليتهم زينتهم بالكاكاو ونزرب. الديسير تيراميسو عليه الكلام والمغارف جايين شغل الاس تاع بن عكنون ووقتها نستقبلوا ضيوفنا. مرحبا بكم عند حنان. الله رحله يا صاحبي نجينا نوصلوا بعيده حنان رحله تمنا راست ولا رحله لنا والله صحيح شاي درا شاي. اسامه متدخله بدا يشكي الله يجيب ساعه الخير. تفضلوا مرحبا. صح على بالي سير ديك دير لنا حاجه ريجي ما نشبعوا نهار طول ويا تهضر بالك حاجه شابه مليحه بزاف راه باينه باينه شاف حنان ليسونسيال انا وصلنا ان شاء الله برك ما يكونش ريجي لا طابل تاعي وجدت كل شيء خلصت وان شاء الله الميني تاعي نستنى دركا ضيافي ان شاء الله دوكي نلاقيهم ان شاء الله يعجبهم الميني وان شاء الله تكون عرضه خفيفه على قلوبهم ان شاء الله يا ربي. It's
بيتينا برا ولا مرحبا بكم جوز ولا لا مرحبا بكم تشرفتوني جوز لاباس معايا صافي منين بربي رحله تمنط من راس ولا رحله لهنا قاص جبعه ولا جبده بزاف مرحبا جوز صراحه بعيده عندي مرحبا بكم جوزو عندي تفضلوا جوزو تفضلك جوزو مرحبا ليك عايش جوزو حبيبي تفضل ها نجي قدام تفضل اسامه زيد تفضل تفضلك زيد تري بون امبيونس وقعده شابه عند الاخت حنان واليوم سوبا بالدجاج رحله كيما هذه ما كانش كالعاده تختوخه قلت لك ما كانش نهار اخر نروح دونك قلنا انتيا تاع زيت مورفان بدا ديريكت قال خويا تفضل جيعان رحله صاحبي خلي المره الجايه نديروها مع بعض ونديروا له الشخشوخه ان شاء الله يا راكم تهضروا برك نتوما لا لا ما نديروهاش نديروا لك ان شاء الله تفضلوا تفضلوا زيد تفضل مشاكي مشيت لنا قلت لكم لا سوب كريم فولي بسم الله كيف بريباريتي ها درت بولي مع البصل الملح والكحل قليت مليح مرقتها خليتها طابت صفيتها حكمت في كاسون اخرى حطيت زبده وشويه فرينه درتهم مليح حتى زبده مع زبده حتى تحمرت مليح فرينه وطابت ما بقاتش هذيك باش تنحى لها الريحه هذيك تاع الفرين ومن بعد صحيح لاصوص اللي صفيتها حطيت ونحرك بشويه بشويه بلافوي حتى درت كي خلصت فتت الدجاج حطيته وسط لا كريم فريش حيت غالي طفيت عليها صايي كله معاه يجي احسن بالبانغري بانغري حط درت له زبده وشويه ثوم هكا دهنتهم وحطيت لهم شويه فرماج غابي ودكيت دقيقه في الفرن السوبا كانت باينه بنينه وساميه زادت اكدت لنا لا سوب تاع الشيف حنان راهي كانت هايله عجبني الكو هذا الاول عجب المكونات اللي فيها ملاح صحيين ديماريت صايا خليها نحكي لي درك انا على لاصق عطاني رايكم عجبتني والله عجبتني صحتك هايلة الله يبارك صحتك الصحة خفيفة بنينة صحتك درتي لها الشامبينيون نو ما درتلهاش الشامبينيون ما فيهاش تقدر هي تحط كما تقدر تستغنى عليها فاكولتاتيف لازم يكون فيها واحد يشكي بين أسامة لاصوب كانت بنينة كانت مليحة وشوى كانت شوية برك خفيفة هذا ما كان أحبيتش تقلها لأنها مقبلة كون جيت قيلة ديجا من بعد الإنسان ما يقدرش يزيد ياكل الأطباق اللي جايين وأكيد الطبخ أذواق كي تاكلوا معها يعطيك طعم يتبدل حتى لاصوب كي تاكلوا بالخبز هكا كون تاكلوا سامبل تحسي لها لاصوب زي اخر بصح كي تاكلي مع بعضاهم تحسي يمد طعم اكثر انا نحب لاصوب وحدها خفيفه ما انا جات ريجيم الصحه هذيك ريجيم لاصوب هايله 100% نعطيها يعني هايله مليح الله يبارك مليحه بنينه وما فيها يعني زي دي زي بيس ما هي مالحه يعني متوسط كلش هايل فيها جيب لي دوزيام بلا باك لا لا زياده نضرب نجيبه لك جادي عندك الحق اسامه قلت كلمه صواب وقتها الطبق الرئيسي هيا بالخف يعني ميت بالشر هيا تفضل تبدا اسامه كول بدا تفضل بقات غير فيك الباطيتين المتنافسين كانوا يتسناو في شخشوخه وفينا المخرج لهم طاجين جبن وتا المدرسه شباب يبان شغل ديسير بصحتكم كيما تحب قول لنا وشو هذا طاجين الجبن درتو بالبولي داويت البولي ملح وفلكل شويه بصل شويه باك ومعدنوس وعصرة قارص خلطتهم زدت من لاصوص تاع البولي اللي طيبت فيها حطيت شويه صوص وحطيت شويه شابلور دو كويير شابلور خلطتهم درت الكوش الاولى خلطت زدت لهم العدام حطيت الكوش الاولى حطيت الفرماج زدت لاكوش الدوزيام ودخلتها الفور لاصوص اللي دارتها بنينه وشويه ترزق من تحتها شويه محروقه شويه برك
شويه هايله بنينه مليحه. ها سقسيك عفسان تفضل معارضه دو تعرضي مع تشوشه دائما احنا ما يعطشوش كي العاده شو بدنا نعمل انا بدي اطلع والله غير صبته من شعره انا مش والله دائما صب لنا صب لنا شو بدنا نعمل والله شو بدنا الصراحه قلت لهم اليوم مازوزي تاعنا ياكم تخلصوا قبل الماكله ما هذاك سيدي تعبك انا يا دابا يا بنو زيت كاين نديروها في رمضان اوكي الخير اخي حنان كاين وتقول بزيت ما دام كانش شوخ انا ما نزيدش هكا علموني قال لي الشيخ كي تكون ما كاينش شخشوخه ما تزيدش ما كاين والو الشيخ زابي اللي قال لك هكا لا لا والله شيخ واعر خلاص اسامه ويقول الشامبينيون ماشي طايب اي واش حبيت بوزلوف كان مليح سوا في لا سيزون مو سوا في لا كلام تاعها كان اون بيتيت رومارك برك على الشامبينيون كان مازال ماهوش طايب خلاص وكان مازال فيه الكوتا الملح بزاف كان طاغي عليه بزاف الله يبارك يعطيك الصحه الله يسلمك طارق يعطيك الصحه على الجيم يعطيك باك على هذا الكريم هذه واش خدمتي عليه كريم شامبينيون كريم شامبينيون صوتيت شامبينيون انا كي شتي كي صوتيت شامبينيون باش نعطيه شويه الضوء درتي له الزيتون هي بصح نشتي ساميه عجبها بزاف لو بلا برينسيبال راهو طبق تقليدي وطبق مليح وبنين وفيه فيه الفيتامينات فيه حاجه مليحه للصحه البنة فيه كلش ما حتى لا بريزونطاسيون كانت عايده الله عجبني انا ثاني صحتك الله يبارك فيك طاجين جبن تاع الصحه بصوا طاح النص سكر وشرب الجبن لا لا ويمعني على حاجه حلوه عندي سام تجيك ضيافنا اليوم عجبهم بزاف الطبق الرئيسي من البنة للدريساجة وما بقى غير الديسير ها يا اسامه بسم الله ها وجهك الحلو ها يا غاز قلنا تقولي مسوه يا قلنا ها يا كل خلاص تفضلوا واحد يقول الصح هذا نقدروا نقولوا تيراميسو عليه الكلام والله غير عنده حطه تاع تيراميسو بلاين معروفين بلا كلاس حطيته في القهوه عادي حطيته في المول درت طلعت لا كريم كريم ماسكربون مع شويه سكر مع سكر 125 ماسكربون مع نص كاس سكر طلعتهم مليح زيد طلعت لا كريم فريش ثاني 200 طلعتهم خلطتهم مليح مع بعضهم درت طبقه بطبقه طبقه لونغ دو شا طبقه ومن بعد كي حكمت الحجم درت نحيتها من المول درت زينتها بلا شونتي ولا الكاكاو بريزونطاسيون مليحه عجبتك سيرو فيزيت خلينا ما يحبش هي لعب لي بدل شويه فاصون طارت وسامي مش حلوه مليحه بزاف كانت حاجه مليحه كان شباب عجبني فيه كلش الكو تاعو كان هايل ما تصراش الدونتيست ما عندها حلوه ما تصراش الدونتيست الله يحليك امين امين الحلاوات ما حبش حاجه حلوه بزاف هذه اللي فوق شونتي ولا لا ديكوراسيون شونتي اللي فوق شونتي سامبل هاي كاينه حاجه تدي الدونتيست شوكولا شوكولا وهذا من فوق كاكاو ولا درت من فوق كاكاو وزيت واش رايك في الديسير الديسير تاعها كان مليح كان بنين ثاني ما عندي عليه حتى تاع يعطيك الصحه الله يسلمك حل ايامكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ايتمي علي ليا على بالي مانيش عليك يا اسامه مانيش عليك مانيش عليك وما نديرش عليك هي دير اليوم جمعة كون بصحتك يا أسامة الله يسلمك يعطيك الصحة شيف الله يسلمك يعطيك الصحة الكوميونيتي تاعك كيف نسيت البلاو جيتو عندي وكليتو على يدي يعطيك الصحة مازلت ما كليتش انا جيب لي الشخشوخه مازلنا راني قلت لك برافو ان شاء الله حضريها له دروك خير جيب زكريا ما قلت لنا والو ديسير ثاني صافا معليش شويه زايد كاكاو شويه جات جامر شويه لا حنان الميني تاعك راهو روعه الله يبارك ما شاء الله يعطيك الصحه الله يخلينا شبعنا ما شاء الله صحتكم انا هذا الفيزير تاعي انكم عجبكم الميني تاعي وهذا الشيء فرحني ان شاء الله على بالك جيتينا لا خلاص ماشي مشكل ختامها حلاوه ان شاء الله يا ربي بصح خساره
وقت مروحين ان شاء الله. هذاك هو يا ربي مازال الحال زيدوا شويه. لا هذاك هو ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله يا جي وتكونوا شي حاجه اكثر من ان شاء الله. ان شاء الله كما قلت لك بيناتنا برك باش كان مشكل المنيو اليوم من لونتخي حتى الديسير والله غير فور، ونقدروا نقولوا باللي كاع الاطباق عاجبوا المتنافسين. ايه بصح في النقاط تبدل العقليه. او هذا الاسبوع ماشي كيما السمانه اللي فاتت. وقتها لنات لا بروميير نوت زكريا اليوم نعطيها 9.5. الله يبارك 9.5. لا دوزيام نوت اسامه على العرضه تاع اليوم نعطيها 7.5. 7.5. Et enfin, Samia. 8.5. 8.5. والله تستاهل. إن شاء الله العرضة تكون نالت إعجاب ضيافي وعجبتهم ونكون فايزة لما لا نكون فايزة في العرضة وعليها الكلام، وأكيد بالتوفيق لأي واحد فينا فاز. ما تنساوش غدوة إن شاء الله راح يكون النهائي تاع هذا الأسبوع. وغدوة راح نعرفوا شكون هو الفائز وعند من كانت عرضة وعليها الكلام. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا، تبقوا على خير. السلام عليكم.